هل اختيارك للأسامي دي وكلهم زي ما حضرتك قلت في كتير منهم رجال صناعة، رجال يعني كلهم عندهم باع في الاقتصاد والصناعة، هل مظبوط. لأنهم عندهم ملاءة مالية يعني هيتبرعوا للنادي يحلوا مشاكله، ولا علشان الأفكار؟ لأنه قصة التبرعات دي قصة تانية يعني. لا يعني خلينا نقول ايه، النادي اغنى مننا كلنا بكتير، بس النادي لم يدار بطريقه استثماريه مظبوطه، لان النادي فيه يعني انت النادي الوحيد في مصر اللي يمتلك مثلا في حدود 110 محل. المحلات دي سور نادي الزمالك. اللي هو سور نادي الزمالك، منطقه تجاريه كبيره للمهندسين، وال 110 لم يدار بطريقه يعني موفقه، خليني اقول بطريقه موفقه. يمكن احنا عندنا افكار ان المحلات دي تجيب اموال اكتر. هي دي بالايجار ولا دي بالتمليك؟ بالايجار بالسنه يا فندم. ايجار جديد بقى من الايجارات ال يعني هو اخر اسعار مثلا احنا كنا عاملين بيها الايجارات كانت في حدود 75,000 محل في الشهر. 75,000 جنيه ايوه فهمت. للمحل، ايوه وده طبعا يعتبر حضرتك شايفه ايه، قليل ولا كبير لا ولا ايه؟ يعني كان في ذلك التوقيت من سنتين يعتبر ايجار مناسب جدا جدا، انما اقصد في حاجات اخرى غير بس دي. شايف ان انت تعلي الايجارات مثلا في سوق لا نادي انا الزمالك؟ شايف ان انا اي حاجه وانا بعملها لابد ان ادي ادد فاليو سيرفيس عشان اقدر النهارده لو حضرتك النهارده بتشتري دي مني ب 5 جنيه، وانا عايز اخلي ال 5 جنيه 10 جنيه، يبقى انا لازم اعمل اضافه في السيرفيسز او في الخدمات عشان يبقى من حقي ان انا اتناقش معاكي ازاي اطلع من 5 جنيه ل 10. لانه معظم هذه المحلات دلوقتي بقى شكلها متهالك وشكلها وبعضها قافل وبعضها يعني وضعها الحقيقه مش بتاع سور نادي الزمالك بتاع زمان ما هو يعني. في عندنا تقريبا حاليا على ما اظن يعني، بس ما عنديش البيان الصحيح، في حدود من 10 12 14 محل فاضيين الى الان. فاضيين، وفي بعض المحلات عليهم يعني مبالغ كبيره جدا ومش مدفوع، يعني في نوعا ما عدم الاعتناء بما يسمى ملف المحلات. يعني النهارده مثلا لما حضرتك هنتناقش مثلا ازاي احنا نقدر نجيب تمويل، انا عندي احساس ان في الحاجه بتاعت المحلات دي اكتر من فكره ممكن تعلي ايرادات النادي جدا.